قلت لي المعالج الشاطر اللي يقدر ان هو يعمل ربط بالقرآن او تمام. يكون فاهم للقرآن، وحضرتك ذكرت النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة، وان دول اصلا موجودين في نظريتين او قاعدتين موجودين اصلا في علم النفس او في تخصص المعالج النفسي. تمام. وحضرتك ذكرت تقريبا في يعني ذكرها تقريبا حد اسس حد يهودي اعتقد واتخذت من التوراة وفي ربط لها في القرآن. ايه بقى فكرة الربط هنا بالعلاج مع القرآن؟ شوف، هو النفس الانسانيه اصلا، هو اقول لك بقى من البدايه الكلام اللي قلناه قبل الهوا، ان الانسان عباره عن ماده وروح. بالظبط. كويس. الماده هي الجسم، ده اللي هو اتولدنا وبعدين بنتغذى بالاكل وما الى ذلك، وبعدين كل ده في الاخر لما شاء ربنا سبحانه وتعالى وربنا يختم لنا جميعا بخير بنرجع للارض تاني وجسمنا بيتحلل وبتخرج الروح. الروح اللي هي النفس. النفس دي معقده جدا، معموله من ايه؟ الله اعلم. شكلها ايه؟ الله اعلم. متكونة ازاي؟ الله اعلم. محدش فينا شافها، ومحد حتى ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول ويسألونك عن روح كل روح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم. مش هنفهم أصلا يعني إيه روح، يعني ربنا ما قالش يعني إيه روح، عشان كده الموضوع صعب. فأنت عشان تفهم النفس الإنسانية ده محتاج مجهود كبير قوي. المعالج الشاطر، المعالج النفسي الشاطر فعلا، هو اللي بيقدر يستغل. هو أنا بعالج إيه دلوقتي؟ بعالج نفس اللي هي الروح، مش كده؟ انا بعمل علاج روحي او علاج روحاني، زي ما في مدرسه اللي قلت لحضرتك ان انا عامل الدكتوراه فيها من مدارس علم النفس اسمها اللوجو ثيرابي او العلاج بالمعنى. دي مؤسسها حد اسمه فيكتور فرانكل، يهودي. الراجل ده قدر يشتغل على حاجات ايجابيه كده، يخلي الناس اللي هم اسرى في عند الالمان يخلق لهم دافع للحياه، يتمسكوا بالحياه اكتر بالرغم ان هم معتقلين ومش عارفين الحرب تخلص امتى ومش عارفين هيعيشوا ازاي. لما نرجع لعلاج الروح شويه او العلاج النفسي، الراجل ده اعتمد على حاجه علاج روحاني. تمام. لما نرجع للحكايه دي في القران هنلاقي في ايات كتير قوي بتتكلم عن النفس. اذا قدر المعالج الشاطر يبص في الايات دي ويفهمها ويربطها تفسير الايات نفسها، في تفسير الايات ويبدا يربطها بالحاجات اللي شبه من نظريات علم النفس. يعني كنت بقول لحضرتك عن مثلا سيجموند فرويد، ده يعتبر اشهر عالم نفس في العالم. يعني سيجموند فرويد بيتكلم عن الانا والانا الاعلى او الايجو والسوبر ايجو، اللي هي النفس اللي انا قلت لحضرتك عليهم، النفس اللوامه والنفس الاماره والضمير. لو احنا ماشيين في الشارع وعملنا حاجه غلط، لو انا عملت حاجه تغضب ربنا بحس بتانيب ضمير، استغفر الله العظيم انا عملت حاجه غلط. دي النفس اللوامه اللي هي الضمير موجود في اللي هي السوبر ايجو. بالظبط، اللي هي السوبر ايجو في علم النفس. النفس اللوامه بتلوم الانسان والنفس الاماره بتسوء. والنفس يا دكتور، يعني احنا وانا بتكلم في موضوع هو فعلا مهم جدا وربطه اصلا بالقران وفي الدين كمان، ده بيزيده اهميه ان احنا كلنا كمان محتاجينه بشكل كبير جدا.